مستر مارسيل كولر وهو الراجل اتكلم عن العلاقه دي وقال ان انت ليك دور داعم جدا للجهاز الفني وعلاقتك بالجهاز الفني بالكامل المميزه اللي بانت في الاحتفال ودعم مجلس الاداره لهذا الجهاز الفني العظيم جدا اللي حقق تقريبا كل البطولات وليك انت شخصيا دعم كابتن محمود الخطيب خاص بكابتن خالد بيبو اللي دايما متابعك ومتابع الجهاز الفني بالكامل. احنا بنشتغل كمنظومه، النادي الاهلي هو منظومه واحده، ما فيش واحد بيشتغل لوحده، كل واحد ليه دور بيشتغله، كل واحد يعني عنده اختصاصات بيشتغل بيها وبينفذها. في الاخر احنا في الاخر بنبقى كلنا كمجموعه كتيم شوب، كل واحد بيأدي الواجب اللي عليه. عشان كده عمر النجاح ما هيجي من فراغ، لازم دايما النجاح يبقى في منظومه اللي بيحطها هو النادي الاهلي بينفذها، في ضاد عين اي حد بيخش في المكان ده بينفذ، مدير فني، لعيب، اداري، مدير كوره، طبيب، هو في المنظومه ليها سيستم وليها نظام. اي اسم هيخش هيشتغل على النظام اللي حاطه النادي. عشان كده النادي الاهلي هو اللي بيكسب، مش اي حد. طبعا مفيش اي حد فينا هو اللي بيكسب لوحده، النادي الاهلي هو اللي بيكسب، نظام النادي الاهلي، سيستم النادي الاهلي. عشان كده ما في مدربين كتير وكويسين، وفي مديرين كوره كتير، وفي اداريين كتير، وفي لعيبه كتير كويس. هو ايه اللي بيخلي النادي الاهلي مختلف عن كل الناس؟ عشان هو عنده نظام بيحطه وكل الناس بتمشي تحت النظام ده. مش لا أي وبيجيد حد اختيار الناس الموظفة وتوظيف الناس في الأماكن الصح، دي شيء مهم جدا، إن يختار راجل بشخصية تليق بمنصب مدير الكرة، ده شيء مهم جدا برضه كابتن. يعني طبعا ده رأيك، وأتمنى إن يعني إن 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 الناس المغردين اللي هم عايزين دايما يصوروا صورة مش جيدة، إن هم يبتدي يعاملوا ربنا. مش عارفين يعني، انا عارف الناس اللي بتالف قصص ومركزه طول النهار، ده بيناموا ازاي الناس دي؟ يعني ازاي بيجي لهم ربنا يكون في عونهم راحه وهو بينام وبيعادي جدا ان هو راجل بيالف قصه وبيعمل لها احداث ده في لعيبه اتخطفت ولعيبه اتضربت ولعيبه، ده في قصص كتير جدا، ده سيناريوهات اتعملت يا كابتن. يعني لا طبعا، ما هو اي حاجه، بس ما هم بصراحه هم بيطوروا. يعني هما ايه بصراحه مستكفين. يعني الاول لما كانت الفرقه تخسر انا الفلوس، دلوقتي طب ما هما دلوقتي ما بقاش في رزق شغال، فابتدى ايه يدور على حاجه ثانيه، في ابتكار صح، فبقى تكسب فلا يقول خاطفين فيها برضه، بس بشكل ثاني بقى، سايب اللعيبه مش عارف مين حصل عمل ايه. بس هو اي حاجه تبقى دايما انت موجود في صوره مش كويسه بالنسبه للجمهور او للاداره او للعيبه، انما احنا زي ما بقول لك كده، احنا في سيستم ونظام محطوط كله بينفذه، مش محتاج ان انا يعني ان انا الف نظام او الف سيستم او ان انا اعمل حاجه عشان ابقى يعني انا مدير. لا خالص، الموضوع اسهل من كده بكتير. الحاجات اللي هم بيطلبوا دي اسهل حاجه في الشغلانه يا شباب، الحاجات اللي الناس بتتكلم عليها اللي هم السوشيال ميديا والناس اللي هم اللي مش حابيني يعني بيتكلموا عليها، دي اسهل حاجه في الشغلانه. تفاصيل الشغل اكبر من الكلام ان هم بيقولوا خالص. هم بيتكلموا على الشو، قصد حضرتك الشو على الخط، الطريقه، الكلام ده كله، ده اللي هم كانوا بيتكلموا عليه شويه. يعني الكلام ده كله ده كلام سهل، يعني مش كلام صعب جدا. بس انت طبعا انت كل العالم ان بيبقى واقف على الخط هو المدير الفني. صح. انت عمرك شفت حد من الاداريين واقف على خط النهار مع 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 المدير الفني؟ ده وجهه نظري. انما بتقف لما تلاقي الدنيا محتاجه، لما في مشكله في حاجه لازم هتتدخل بتتدخل، مش هي على يعني مش على طول لازم ابقى موجود والناس شايفه. لا انا بتدخل في اوقات لما كان في يعني حاجه تستدعي ان انا اتدخل. الماتش اللي فات دخلت، الماتش اللي قبليه اتدخلت، انما مش على الفاضي والمليان، لازم الناس تبقى شايفينها على الخط. ده ملك للمدير الفني، وهو لازم يبقى موجود بياخد كل صلاحياته وياخد كل حريته، انما مش هبقى واقف في ظهره طول الوقت يعني. طيب